السلام عليكم، عائلتنا الزوينة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيناكم فيديو جديد ونهار جديد وفلوغ جديد. غتقولوا اليوم شنو كاين الاخوان؟ اليوم غنديروا واحد الفيديو غيكون رائع، غيكون واحد الفيديو اللي غيكون ناضي واعر. المهم بالنسبه للناس اللي غيسولوا علاش ما درناش لكم فيديو البارح، وقعوا لنا خوتي شي مشاكل امور عائليه، فمن دوك من هذا النهار هذا الاخوان غتبقاو تشوفوني غير انا وايه في فيديوهات، غنرجعوا كما كنا، ما بقاوش ندخلوا معنا حتى شي واحد لان وقعوا واحد المشاكل اللي خايبين بزاف الاخوان، وصلت شي حاجه للنيفو ما نعاودش لكم. المهم غتبقاو تشوفونا غير انا وايه، عرفتونا بجوج غنبقاو بجوج. السلام عليكم. وقعوا واحد الامور عائليه ولكن ما غاديش نقول لكم شنو وقع. المهم دابا غتقولوا فين غاديين؟ نتوما عارفين ايه بقات ليها 3 ايام وغتولد، ياك ايه 3 ايام؟ لا شنو اليوم 14؟ اليوم 14 واقيلا. الطبيبه قايله لي نهار 15. قالت لك نهار 15؟ قالت لي من نهار 15 وجدي راسك. ياك صافي. المهم الاخوان قالت لها من نهار 15 وجدي راسك، فحنايا غادي ندير واحد البلاصه انها باش غادا تقاد دراسه وتقاد الامور ديالها. في غتمشي ايه؟ غنمشي للصالون. غتمشي للصالون؟ اش غديري في الصالون؟ غنقاد حالتي. اه. ونتهلا في راسي. اه. باش فاش نبغي نولد ما يبقاوش يكتبوا لي في الكومنتيرات ويلي شير فاصح. دابا شوفوا يلا نشوفوا ايه كي غتفورماطا كي غتفلاشا. اجي بعدا اجي نقول. اشنو؟ اشنو؟ اجي لهنا. زيد انا كنسمع. دابا انا خصني نتفلاشا. خصك تفلاشا. خصك تفلاشي. واخا ماشي مشكل. الفلاشي كتبتي معنا زيد. بقاو الخوت مع الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وكومنتير وتابونا وتبارطاجيو. يلا معانا. يلا يلا. هاي 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 في غادي في غادي موصلك تاكسي 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 تاكسي. ايوا بالنسبة المورة الخطرة بقات مع عميتو رشيدة، بقات جالسة معاها. نشوف 48 مليون 48 مليون سفيان غنشريو دار ان شاء الله يسهل علينا. الله لقيناها في طوموبيلتنا، لقيناها في طوموبيل ما كايناش في الطوموبيلات الاخرين. ربحناها. اه ربحناها هذيك ماشي غنشريوها. ربحناها. اه قالوا لنا انتم وز اخويا الورقه علاش لحتها، يلا نمشيو نقلبوا على الربحه. حنا ما نديرو بالديو، حنا ولينا خازين فلوس. ايه ويلي قام الفيديو ما تزابيوش. ايه فين جبتك ايه؟ جينا للصالون. جبتك للصالون؟ الصالون الصالون. ها هو الصالون الاخوه اللي جبتو لآية. آية خصك تفورماطا يا اختي. اخ اخوي. ماشي على ودي انا. انا عارف كنتي كتبقاي ديما زوينه. ديما كتبقاي مرتي زوينه. ياك؟ ولكن ما دابا انت هي كتوحمي وقربتي انك تولدي. لا خصني نكون زوينه. آه؟ يجوا عندي الناس ويشوفوني يشوفوني. يجوا عندي الناس ضياف كذا بزاف الحوايج. يتخلعوا مني يا صاحبي. ايه. شنو وليت كنبان بحال بقاو فيا العظومه. ايه. دابا دونك شنو غديري؟ نمشي نتكو على الحاله شويه. ها قاديه شحال طلعت؟ ملي مشيتي سولتها شحال قالت لك؟ تأثمينة كان غاليين بالحق الله يصايب. نقول الناس يقدروا يعرفوا يقول لك اثمنه واش هما هذوك. اه هانتوما البنات قالت لي واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ اه انا ما جاني ما كاينش والله. ما كاينش هادشي؟ جاني ما كاينش. زيدي قالت لي الضفار 180 درهم. اه. وقالت لي الشفار 80 درهم. اه. وقالت لي الحجبان 30 في 15 درهم. اه. والشعر 30 درهم. الشعر هو اللي جاني ناتشورال هو الحجبان. اما الضفره ما كاينش 180 درهم. المهم اخوان كما شفتوا ايه دابا هي غتدخل عندها، ما داكشي اللي قالت لها غادي نعطيو لها ماشي مشكل، ولكن الا كانت شي حاجه زايده قولوها لها. ياك ايه؟ ايه. كانت شي حاجه زايده قولوها لك. ايه. كان هادشي طبيعي؟ انا الشفار كنت كنلصقهم ب 70 درهم. الشفار؟ ايه. اها. والحجبان عادي ثمنهم هو هذاك، والضفار ماشي 180 ما كيقادمش ب 180. ما كيقادمش الضفار ب 180 درهم، انا جاتني بزاف. انا جاتني بزاف. اه قولي 200 درهم 180 درهم 20 درهم ناقصه. ها؟ الله يعلم اخويا. المهم اخوان بقاو مع الفيديو. ما تزابيش. دابا غنديك نخليك هنايا وصوري اليوم انت وانا غنمشي نقضي الغرض ديالي. صافي. حتى نجي ونشوفك فين غتوصلي. صافي. اوكي؟ صافي. يلا. بسلامة سفيان. باي باي آية. سلام. السلام. هابي. ها؟ هابي. هابي شكون هابي؟ انا. انت هابي؟ انا هابي. هاك مشى. هاك مشى. غنقضي غراضي وغادي ندوز عندك. كان هنا. كان هنا غنمشي نقضي غراض ديالي وغادي ندوز عندك. سعداتك ما عرفتش فين غادي لعلم الله. غادي الله يسرك عارف. نمشي للغامر. اشي غادر. غامر ولا غادر حنيني؟ غادي حارق غادي حارق البلاد. غادي حارق. يلا سير الله يعاوننا ويعاونك. شوفوني سفيان غادي يمشي ما عرفت فين غادي.
يلا سير. ايه بلاتي صافي امشي معاك، مبقيتش باغي نقيد. صافي مبقيتش باغي نتقاد، ديني معاك عافي ما مشيتي ديني. عطيهم المسمار فلوس عشورة. ما عنديش الصرف والله، ما عنديش الصرف. عطيه 4000 تبقى ترضي عليك من دابا حتى العام الجاي. انا شوفوني شوفوني كي غندير غامه. يلا سير غامه. بسلام. يلا باي باي. ايوا يا البنات جينا وجاو الفتيات الجميلات اللي غادي يقادوا ليا. شوفوا فورماطوني صافي 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 غير فورماطوني البنات. المهم الدريه شافت لي قالت لي ويلي ما كتعرفيش يا صاحبتي وليتي ضعيفه. قلت لها عطا الله اختي. المهم اول حاجه غنبداو بها البنات هي الظفار. اول حاجه هي غنلصق الظفار، وهاد المره هادي ما بغيتش البنات نلصق الظفار كامل، ما نلصقش الظفار كامل، غنلصقو غير من هنايا غير النص ديال الظفر. المهم انتم معايا وغادي نوريكم كل حاجه وحاجه بحاجه، غنوريها لكم كل شيء. بقاو مع الفيديو وما تزافيوش. انتم البنات اول حاجه هي بغات تبرد لي ظفراني اول حاجه. المهم هادو هما الظفار باش غادي تخدم ليا. ايوا حنا بدينا باول ضفير، غادي تلصق ليا الظفار هادو غير من النص ديال الظفر. انا نوريكم دابا بلاتي نوريكم كيفاش هكا النص تاع الظفر، حيت الا لصقتهم البنات من التحت كيضروني ظفراني، ولاو كيضروني. ديك المره ضروني فاش سولتوني قلتوا لي ايا علاش حيدتي الظفران، قلت لكم راه ضروني في ظفاري. داكشي علاش دابا غادي نلصقو غير النص ديال الظفر. تخيلوا البنات نخلي ظفري بحال هكا. دابا غادي نديرو كلشي الظفران بحال هكا ونرجع لكم باش نوريكم لي طاب الثانيه. ها انتم البنات كيجيو بحال هكا بالحق، راه ما يبقاوش هكا ما تخلعوش. غادي نقطعوهم دابا على حسب الطول اللي بغيت انا. نزيد نقص. شوفوا البنات شويه ما بان هكا. هاد الطول شفتوا مزال كاينه، مازال غادي غادي نكملوا، ما غاديش يبقى هكا. ما غاديش شوفوا هاد البلاصه اللي كتبان لكم البنات، هاد البلاصه اللي كتبان لكم جهه طالعه وجهه هابطه، راه ما غيبقاوش هكا، غيتبردوا غيوليو يبانوا عاديين، ما غيبقاوش يبانوا بحال هكا. المهم انتم معايا غادي نوريكم كلشي، فبقاو معايا باش تشوفوا الشكل ديالهم من الاخر كيفاش غادي يكون. هانتوما دابا دزنا للمرحلة الثانية البنات هي البريض. عرفتوا يا البنات شحال حنا كنبردوا في هاد الظفر، غير هذا بقينا فيه. بالحق راه شوفوا اللي خدمته زوينه راه باين، واللي خدمته خايبه راه باين. صافي بلا ما نبقاو نجاملوا البنات. انا بغيت نوريكم الشكل ديالو كي كيولي من بعد ما كيتبرد. شوفوا شوفوا تعطل الله دابا البنات واش تقولوا
هذا ماشي ظفري. شوفوا يلا نتوما تحلفوا وانا نحلف. نتوما حلفوا وانا نحلف. شوفوا كي كيبان. شوفوا شو كيبان طبيعي. نتوما حتى ديك ليسباس اللي كان ما بين الظفر والظفر ما بقاش. شتو دابا غنديروا الظفران كاملين بحال هكا ونرجع باش نوريهم لكم في الاخر. ها نتوما البنات شوفوا كيجيو بحال هكا ما كيبانوش كاع. راه ملصقه الظفار. شتو انا رشتو وريتكم لصقنا النص. ها نتوما ها شتو هذا. ها نتوما ها شوفوا هذا باين شويه بالحق. راه باقيين غادي تسبوه وغادي تقادو. ها نتوما شتو هذا الظفر اللي ملصق وهذا الظفر الحقيقي. الظفر الحقيقي هو التحتاني وهذا اللي ملصق هو اللي هذا اللي الفوق. كيجيو زوينين. المهم دابا غادي نكملوهم ونوريكم الريزلت فينال ديالهم كي غادي يجي. فبقاو مع الفيديو وما تزابيوش. ها نتوما البنات اول حاجه بدات بها هي لاباز. انا كيعجبوني في راسك غا هكا جو زوينين. غا هكا البنات جو زوينين. المهم اختاريت واحد اللوين فنيون فغادي نصبغ به غادي نوريه لكم. وقولوا لي في الكومونتيرات انتوما كيجاوكم واش نبقى نديرهم ديما بحال هكا ولا نبقى نلصق الظفر كامل. قولوا لي انتوما شنو بان لكم. انا بان لي هكا احسن احسن من الظفر كامل. اختاريت واحد اللون زوين البنات. راه هو فين محطوط هو هذا. شوفوا رائعين. ايوا المهم هانتوما معانا بقاو مع الفيديو ما تمشيو فين. ايوا هانتوما البنات الشكل الفينال ديال الضفيرات جا هو هذا. انا اختاريت نديرهم بيضين حيت البيض كيبين الضفار زوينين فهمتوا. هانتوما شوفوا كيفاش جاو وماشي الضفر كامل ما لاصقش الضفر كامل كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. راه لاصق غير النص ديال الضفر ما ملصقاش الضفر كامل. لصقت غير النص تاع الضفر. ايوا وهكا جاو وباقي ما صايبنا حتى حاجه. باقي ما صايبت لا حجباني لا شفراني لا شعري. وتعطلنا في الضفار وجا سفيان ويقول لي اويلي هاد الوقت كامل يلا درتو الضفر ساعه ونص يلا درتي غير الضفرانك. المهم هادشي كياخذ الوقت بالحق زوين عجبني. انتوما جو كيفاش جاكم انتوما؟ ايوا يا البنات انا مخلي يدي كينشفوا هنايا وغادي ندوزو لتاني حاجه هي الشفار. غادي نلصقو الشفار شفره شفره اللور طويل والقدام قصير ياك. يلا سير بانت ليكم زوميو عليها وراها. ها ها المهم البنات بقاو مع الفيديو ما تضافيوش. ايوا يا البنات انتوما هما الصفار لصقناهم
وما هادو كنبان حوله باش فار سقنا ودابا غادي ندوز لشعري الضفار. ها نتوما كيفاش جاو، بلاتي نقلب لكم كاميرا ونوريكم. ها نتوما البنات الضفار كيفاش جاو، كيبانوا هكا حسن من 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 الى لصق الضفر كامل. انا عجبوني الصراحه والله تعجبوني، وحتى الشفار يعجبوني. شوفوا الشفران شتوهم تما جاو زوينين. دابا غادي تقاد لي شعري هانتوما، دابا غنقاد شعري البنات ونرجع باش نوريكم غزيطا فينال ديال الشعر تا هو كيفاش غادي يولي. بقاو مع الفيديو داكشي خف نزربنا البنات، فهمتوا ما فهمتوا والو، هبط راسك طلعي راسك سالينا صافي. دابا غنديرو غير سامبل، ما بغيتش نقادو ولا شي شكل ولا شي حاجه، صافي نصايبوه سامبل وسالينا. غيبقاو ليا حجباني وبغيت نقاد الضفار ديال رجلي صافي، داكشي اللي بقى ليا ونسير. بالي فهاد الصالون وحق الله كاينه شاده التليفون دايره بحال هكا وفيكس كديره بحال هكا وشاده التليفون. علاش باش هادشي كامل نصور لكم فيديو؟ كتبوا لي في الكومنتيرات شكرا البنات، وراه كيقراو الكومنتيرات باش قراو الكومنتيرات قريو الكومنتيرات كيقراو الكومنتيرات. خليو لهم كومنتيرات زوينين بحالكم حيت غادي يقراو الكومنتيرات كاملين، وقولوا لهم شكرا حيت صليتوا في آية. بقاو مع الفيديو. شوف البنات سالينا الشعر وسالينا الشفار، بقى لي دابا حجباني. شوفوا شعري البنات من هنايا كيبان احمر، شوفوا ما كيبانش شعري في لون واحد، مخلط داكشي الالوان فيه مخلطين. ايوا دابا غادي نمشي باش نقاد حجباني البنات، هما تقريبا اللي بقاو ليا هما الضفار ديال رجليا. بقاو مع الفيديو ما تلافيوش. ايوا دابا البنات رجعنا عند حنان اللي صايبت لينا الضفار باش تقاد لينا الحجبان. انتم معايا شوفوا كيفاش غتقادو لي، غادي تقادو لي بلاصتي. بغيت نقادو مع البنات وبغيت نصبغهم، شوفو من هنا كيولاو عرفتي عمرو حجباني. عرفتي شحال مصايبتهمش
هما. المهم البنات انتم معايا، باقي غادي نصبغهم، حتى ما نصبغهم ونوريكم كلشي. انتم البنات شوفوا الفورما زوينه والله الا زوينه، عجبتني. صايباتهم ليا في الاول بلاصيغ ودابا كتنقي فيهم بهذا بالنتاف، غتنقيهم ليا عاد غادي تصبغهم ليا. فاش غنصبغهم البنات راه ما نخليهمش بزاف ديال الوقت باش ما يكحالوش، باش ما يجوش باينين كحلين يبانو معيقين. المهم ها انتوما الفورما ديالهم كي جات، عاد باقي غادي تصبغوا عاد غيبان. هي البنات هاهما حجباني شوفوا، دابا عاد غادي نصبغوهم. انا قلت لها نديرهم ليا عافاك مرقاق، ما يكونوش رقاق وما يكونوش غلاظ. المهم انتم معايا غادي تشوفوا كلشي على عينيكم، بقى مع الفيديو ما تصبغوش. صبغتهم بالمرة شوفوا قولوا لي انتوما كيفاش جاكم في الكومنتات، واش عجبكم ولا لا. دابا نفس هاد الحاجه اللي درنا لها الحاجه غيديروا الحاجه بالاخر، فبقاو مع الفيديو صافيش. ها بوعو شتو بوعو. المهم البنات ها هما الحجبان، بالحق راه ما يبقاوش هكا، ما تخلعوش غنمسحوهم، هادي غير الصباغه. ها نتوما كيفاش جاو، هادي هي الفورمه اللي جات فيهم، ما غلاظ ما رقاق ما مويان، عاديين ما معيقينش بزاف، عجبوني الصراحه عجبوني. شوف صافي دابا غادي نتسناو من نشوفو شويه وغادي نمسحهم، ما نخليهمش بزاف باش ما يجونيش ما يجوش هكا زعما اوفر كيبانو مزيان كحلين، فبقاو مع الفيديو نزافيو. ها نتوما البنات الشكل الاخراني ديال الحجباني كيفاش جا، شتو ما بقاش كيبان داك الكحوليه، كانت غير صباغه. ها نتوما شوفو كي جاو، جاو بحال هكا، انا عجبوني الصراحه الفورم ديالهم رائعه. قولوا لي في الكومونتيرات كيفاش جاكم هانتوما شكون صافي، غيقولوا لي في الكومونتيرات شي. شوفوا جاو زوينين عجبوني، وخصوصا الضفار شوفوا. المهم دابا كنقاد الضفار ديال رجلي، غادي نساليهم وغادي نوريكم كيفاش جاو حتى هما، بقاو مع الفيديو. ايوا البنات انتما صبغت الضفار ديال رجلي
او درت لي فوزونغل درتهم حتى هما بيضين غير نشفو نوريكم الغزيطه ديالهم كيفاش جا درتهم حتى هما بالبيض نخليهم ينشفو باش نشفو نوريكم باش لبست شي صنيبيله ولا شي حاجه يبانو جيلاتي زوينين وخرج ليا خايبين البنات ولكن ماشي مشكل فهمتو الفار ديال رجليا حالتهم حاله منهارهم هانتوما البنات شوفو الضفيرات في الجو ديال رجليا درتهم بالبيض جاو بحال هكا إلا بغيت نلبس طنيبيله ولا شي حاجه نلبسها شوفو كيفاش جاو هكا جاو الاخوان مورا ما جينا ها انتم آية خرجت من الصالون ها دابا من قبيله وانا جاي غادي جاي كتقول لي باقي ست ساعات ست ساعتين ايوا ملي لقيتها قالت لي ست ساعات ست ساعتين جيت للطوموبيل ومشيت ديتها لافاج تغسلات ها انتم كتشوفوا وجبت معايا لالا نور ها هي الداخل هاي في المخشيه لالا نور كضحك ايوا آية ها هي كي جاتك آية نضيتي الحسابات شعرها ولا ناضي الحجبان ناضي الشفار ناضي الضفار ناضي ما ديما نتسالك اختي تبدلتي نسيت واحد الحاجه تنطلعوا نوريها لك حاجه اخرى ثاني ويلي كاين حوايج اخرين شنو هما قولي لي اخويا تنطلع للطوموبيل ديك بعدا ما درتش تبارك هما قولي الله يسامحهم قولي تاهم وما باينش اصلا ما باينش رجليك ولا كان عرفتي شنو ناقصني ناقصني شي صنداله باش نبين الضفار ناقصك شي صنداله باش تبيني الضفار يا خليني خوتي انتم شوفوني انا اللي مسرده لا علاش مجرت على مزيناتك دري علاش جرت انا علاش لا زويون جد نقاي مزياني وحنا غادي نكون نتكرفصوا على حالتنا شوف انت التيسر ديالي ياك انت التيتيف ديالي بوحدي صافي السلام صافي يلا خوتي ان شاء الله فراسكم وكنبغيوكم بقاو مع الفيديو تندوروا كاميرا ايوا الاخوان انتم انا غادي بايا دابا فنقول لكم كنبغيوكم وكنحماقوا عليكم وكنتسطاو عليكم وتسناو الفيديوهات اللي باقي مازال الفيديوهات غيكونوا واعرين وغدا غادي ندي ايا لواحد البلاصه على ود سامي غتشوفوا كل شيء على عينيكم ان شاء الله غدا غدوز ايا التحاليل ان شاء الله حيت راه ما بقى لي والو غتولد ان شاء الله تقدر غدا ولا بعد غدا المهم دابا هاد الايام كامله راه في الريسك الايام كامله التجهيزات ديال الولاده انت في الريسك دابا انا في الريسك دابا هي في الريسك المهم اخوتي تهلاو في راسكم ما تنساوش ديروا لايك كومونتير ابوناو تبارطاجيو وقولوا لي كي جيتكم ونور هي قلت لها اخوتي هاد السيده هادي في الصالون والله الا سرعتها قلت لها هادي كتبينك طبيعيه هي ماشي بحال ديك الاخرى دوك الناس الاخرين اللي كنت كديكم عندها ايا قلتي من غير ديك اللي خلي هذيك اللي في السونتر هذيك درويش هذيك واخا كتقاد معاك كتعاونك كتعاونك في هذوك كندوي على الاخرين اللي كنا كنمشيو عندهم في الرباط وسميتو راه لا علاقه لهم ما بين هادي وفدوى المهم تهلاو فراسكم مع السلامه